صباح سعيد وبداية أسبوع موفقة يا رب. كنت منوها لكل أوفياء لإذاعة القريبة منكم دائما ميد غاديو، موعد جديد من برنامجكم صحة وسلامة. فيه موضوعنا اليوم على خلل الغدة الدرقية، هو مشكل اللي كيعاني منه الكثير من الناس، سواء تكلمنا على قصور الغدة الدرقية أو لزيادة الإفراز اللي كيكون فيها. ولهذا الموضوع حاضر معنا اليوم دكتور مصطفى الودغيري اللي هو أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. صباح الخير وأهلا بك دكتور الودغيري، مرحبا بك معنا. صباح الخير أخت فاس، صباح جميع المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا. فاحنا قبل ما غادي نتكلموا اليوم وفي أولى الحلقة ديالنا غنتكلموا فين كتتواجد الغدة الدرقية بالضبط في الجسم ديالنا. كنقولوا أنه في برنامج الصحة والسلامة دائما هدفنا التوعية الصحية ونخليو المستمعين الكرام يتعرفوا على الجسد ديالهم وكيفاش كيشتغل أكثر، وغنعرفوا كذلك الوظيفة ديال الغدة الدرقية. عاد من بعد غادي نتكلموا على موضوعنا اليوم اللي هو الخلل اللي كيوقع فيها. غادي نبقاو مع أول فاصل طبعا إعلاني في الحلقة. جانا على ميد غاديو أكيد الإذاعة القريبة منكم دائما، ومن جديد كنرحبوا بكل الأوفياء في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة، هي أولى حلقتنا خلال هذا الأسبوع. كما أشرنا في بداية الحلقة، اليوم موضوعنا على خلل الغدة الدرقية سواء كان القصور أو كان الإفراط. فمرحبا بكل أسئلتكم، أرقامنا هي 0522 46 52 51 أو 52 أو 0522 43 00 09. يمكن لكم كذلك توصلوا معنا عن طريق رقم خاص برسائل الأس أم أس واللي هو 5080. في أول أس أم أس كتكتبوا كلمة صحة S A H A تخلوا فراغ وتبعثوا بسؤال ديالكم للرقم 5080. ثم الأس أم أس هو 6 درهم مع حساب الرسوم. وقلنا أنه اليوم حاضر معنا الدكتور مصطفى الودغيري اللي هو أخصائي في الطب الباطني وأمراض الشيخوخة. مرحبا بك مرة أخرى دكتور الودغيري. شكرا. طيب في البداية، فين كتتواجد بالضبط الغدة الدرقية على مستوى الجسم ديالنا؟ احنا عارفين هي في المنطقة اللي هي في العنق، لكن فين بالضبط وشنو الوظيفة ديالها؟ نعم، الغدة الدرقية موجودة في مقدمة العنق. هي كشكل فراشة، نشوف الشكل ديالها كفراشة بالضبط. الحجم ديالها صغير جدا، ولكن المهمة ديالها في الجسم كبيرة وكبيرة جدا. هي هذه الغدة هذه كتنتج هرمونات، جوج أنواع ديال الهرمونات كتسمى بالفرنسية T3 و T4، ولكن الانتاج ديالها تحت تاثير واحد الغده كاينه في الدماغ سميتها الغده النخاميه ليبوفيز، اللي كتنتج واحد الغده واحد الهرمون سميتها TSH. الناس اللي عندهم مصابين بهذا المشكل ديال الغده يعرفوا هاد الكلمات هادو. هاد الغده هاد الهرمون اللي سميتها TSH كتحكم لنا في الغده الدرقيه، اما غادي ملي تكون كتخدم اكثر من اللازم فداك TSH تكون ناقصه، وملي غادي تكون ناقصه في العمليه ديالها هاد الهرمون ديال الدماغ اللي سميتها TSH غتكون طالعة. فهي بحال واحد كتشدنا واحد توازن ديال الغدة الدرقية في الوظيفة ديالها. فالوظيفة ديالها هي انتاج الهرمونات، والهرمونات كتحكم في الانسجة ديال الجسم، في الوظيفة ديال الجسم بصفة عامة. تقريبا كل أعضاء الجسم هاد الغدة هي اللي كتحكم في وظائف ديالها. وغادي نعطيو بالتفاصيل ملي كيكون خلل شنو المشكل اللي كيوقع سواء كان إفراط أو قصور بالنسبة للغدة. نعم، غير نشيرو أكثر دكتور مصطفى الودغيري، المشكل ديال الغدة الدرقية مرتبط أكثر بالنساء ولا بالرجال؟ نعم، مشكل الغدة الدرقية هو موجود بصفة عامة عند الجميع، ولكن أكثر انتشارا عند النساء على حسب الإحصائيات من 5 حتى 10 المرات الأضعاف عند النساء أكثر من الرجال. وكذلك عند الناس المتقدمين في السن، الناس الكبار كذلك كتلقى عندهم مشكل كثير كنلاحظوها، وبعد بعض الحالات كيجيو ما عندهم حتى شي أعراض اللي هي معروفة. وفي التحاليل كنقدروا نكتشفوا أنه الغدة ما كتقومش بالوظيفة ديالها. فهادو جوج يعني جوج ديال الحالات، أن عند النساء أكثر وعند الناس الكبار. عادة المشكل ولا الخلل لما كنتكلموا على الغدة الدرقية إما كيكون قصور أو كيكون زيادة ديال يعني النشاط ديالها كيكون أكثر، أو لا مشكل على مستوى الحجم ديالها. نعم. فكنشوفوا ناس اللي الشكل ديال العنق ديالهم كيتبدل كيولي داك التضخم في الغدة الدرقية. فاحنا بغينا اليوم منك دكتور مصطفى الودغيري الأعراض الخاصة بكل مشكل. نبداو بالمشكل ديال قصور الغدة الدرقية لما كتكون ما كتخدمش مزيان ولا ما كتأديش الوظيفة ديالها. نعم، فكيف ما شرحتي لها فعلا أن الاضطرابات ديال الغدة الدرقية كاين 3 أنواع، إما القصور ديال الغدة اللي كيتسمى بالفرنسية ليبوتيرويدي، أو الإفراط الغدة، إفراط إنتاج الهرمونات اللي هي ليبر تيرويدي بالفرنسية، أو فعلا تضخم الحجم ديال الغدة كيتسمى الكواتخ، معروف بصفة عامة بالكواتخ. ففعلا نتكلموا ربما في الحالة الأولى ديال القصور الغدة. هاد القصور ديال الغدة أو الإنتاج الهرمونات من طرف الغدة الأسباب ديالو متعددة.
الاسباب قبل ما نتكلموا على الاعراض يمكن نتكلموا على الاسباب. اما هذه الغده كتولي فعلا كتقلص الحجم ديالها لا تخوفي كيتقل ما كتبقاش تنتج هرمونات. اما كاين واحد المرض اللي داخل في امراض جهاز المناعه الذاتيه اللي هو التهاب الغده هاشيموتو اللي الطبيب اللي اكتشف المرض كيسمى هاشيموتو كتسمى تيرويديت هاشيموتو. فهنا كيكون واحد التهاب ديال الغده كيكون يعني لي زانتيكور مضادات الحيويه كياثروا على الغده وكتقسم الوظيفه ديالها. هذه حتى هي منتشره كثير. وكذلك كاين بعض الحالات انك تكون التضخم ديال الغده بسبب نقص ماده اليود. ومني كتكون اليود ناقص فالغده الدرقيه ما كتبقاش تنتج هذاك الهرمونات لان الهرمونات كيتكونوا اصلا ماده اليود. فملي كتكون خصوصا في المنطقه الجبليه عندنا في المغرب في الشاون او في منطقه اخرى فكنلقاو كثير فعلا هذا المشكل ديال التيرويد ما كتكونش الوظيفه هي كاينه الحجم ربما كاع يكون كبير ولكن ما كتخدمش ما كتقولش الوظيفه ديالها. اسمح لي سمحتي طبعا دكتور مصطفى غادي نتواصلوا مع المستمعين الكرام وناخذوا اول مكالمه معنا هذا الصباح. حياه من مراكش صباح الخير حياه. صباح الخير كدايره لاباس؟ الحمد لله مرحبا بك. بارك الله فيك اختي. بغيت نسول الدكتور اذا كان ممكن. بطبيعه الحال مرحبا حياتي. وي بارك الله فيك. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدي انايا مؤخرا عاد بقيت كنحس بحال كنتخناق ما كنقدرش نصرط. ملي مشيت عند الطبيبه اختصاصيه في هذا الشيء هذا دارت لي عطاتني شي تحاليل وعطاتني الراديو. منين درت التحاليل والراديو التحاليل قالت لي مزيانين. ولكن الراديو ليكوغرافي قالت لي عندك هاد الكواتر ولكن مازالين صغارين. وعطاتني عطاني واحد الراديو سانتيز بحال هكا سانتيغرافي لا سانتيغرافي نعم وعطاتني قالت لي خصك ديري عطاني هذا الراديو هذا سانتيز ولا بحال هكا نعم سانتيغرافي. ودابا بغيت نعرف زعما واش مع انا اصلا هايبرتونسيون نعم ودابا بغيت نعرف دكتور اذا كان ممكن نعطيك السر يعني واش خصني ندير شي ريجيم ولا شي دواء ولا ما عرفتش. نعم دابا لحد الان مازال ما عطاتني حتى شي دواء. لاله حياه شحال في العمر ديالك؟ 44. نعم ودابا شحال تقريبا باش بان عندك المشكل شحال هذه المده؟ دابا يعني باش دوزت عند الطبيبه هذه تقريبا واحد اموا. نعم وقلتي لحد الان ما كتاخذي لا ادويه لا حتى شي حاجه. لا ما قلتيش حتى ديري هذا الراديو هذا السانتيز شنو هو قلتي حتى ديريه عاد نعطيك ديك سعيت الدواء. قالت لي العمليه ما يمكنش نديرو هذا دابا لان مازالين صغارين. واضح لاله حياه ان شاء الله نجاوبوك. شكرا لك تواصلتي معنا من مراكش. فاش غادي نجاوبو حياه دكتور مسافر بدغيري؟ كنعرفوا انه الانسان حتى لما كيكتشف المرض في ديك المده الاولى ديك المرحله الاولى كتكون صعيبه بزاف لانه كيبقى حير شنو التشخيص اللي غيعمل شنو العلاج اللي غيتوصف ليه وقتاش غيوصل العمليه وربما هذه لها اسئله كتطرح عند حياه. فهي الاخت حياه حست ربما مشكل ملي كبدا تسرط الماكله ربما حتى الصوت ديالها يقدر يكون تبدل شويه ولا شي حاجه. لان الحجم ربما ديال الغده كان شويه بدا كيكبر وكيكون واحد النوع ديال الكومبريسيون كيزير شي شويه داك الضغط. نعم كيكون ضغط. فعلى كل حال دابا كان فحص طبي اللي هو فعلا تمكن ان شافوا بان الهرمونات عاديين ما كاينش افراز كبير او نقص في الافراز. دارت التلفازه ليكوغرافي يعني الفحوص بالاشعه فوق الصوتيه ولقات ان فعلا كاين التضخم اللي هو بسيط ما كبيرش بزاف. طلبت منها الطبيبه ان دير هاد التحليله ديال اليود ديال الاشعه باش نشوفوا واش فعلا الغده كتخدم بزاف ولا لا. فهنا يعني غتزيد توضح اكثر. ولكن في الحاله ديال الاخت حياه خص ملي كيكون الامور هي عاديه كتكون مراقبه فقط. فكيمكن لا انها دير تحاليل كل سنه سواء التحاليل المختبراتيه ديال الهرمونات او الاشعه ما فوق الصوتيه. فهنا كيمكن تكون واحد المراقبه باش كنشوفوا التطور ديال الغده كيفاش واش غتضخم كثير واش غتولي تفرز الهرمونات كثر. عاد كناخذوا لواحد الموقف واش خاص العلاج بالادويه او خاص ادويه اخرى اللي كيمكن نستعملوها كالجراحه او ممكن يكون تاثير هي شرط عن المشكل ديال ضغط الدم ممكن يكون مرتبطين تاثير يعني نعم. فغتكون غنتكلموا على الاعراض يمكن نفصلوا اكثر. ملي كتكون الافراز كثير ديال الهرمونات ممكن انه الضغط كذلك يرتفع. لكن هنا قالت بان الهرمونات دارت تحليل عاديين فما كاينش واحد الصله دابا حاليا بين الغده وبين ارتفاع الضغط الدموي. ربما مع السن ربما مع يمكن زياده الوزن او عوامل اخرى جعلت بان لا تونسيون ولا ارتفاع الضغط الدموي غيكون موجود عندها. نعم اذا نمشيو للاعراض. نعم. دكتور مصطفى الغيري. نعم الاعراض مهمه. الاعراض كنا قلنا بان الغده الدرقيه كتحكم في وظائف ديال الجسم بصفه عامه تقريبا. فملي كتكون قصور ديال الغده
ليبوتيرويدي كنلقاو بان واحد مجموعه ديال المسائل في الذات كتصاب بالخلل. وهنا ديما كنعطيو المثال ديال الغده الدرقيه بحال واحد بحال البطاريات بحال الباتري بحال الباتري اللي موجوده في السياره او موجوده في فملي كتنقص ملي كتبقاش الشحنه ديالها ما كتبقاش كثيره كل شيء كيتصاب يعني ما كتبقاش شي حاجه اللي تقدر تخدم مزيان. فالغده الدرقيه ملي كتبقاش تفرز الهرمونات في لوكا دي بوتيرويدي كنلقاو بان دقات القلب كتولي كتنخفض كتولي قليله. كنلقاو بان الانسان كيتصاب واحد الفشل ربما في واحد سواء الحركي او حتى الكلمات كتسمى غالونتيسمون بسيكوموتور ان الانسان ما كيقدرش يبقى يتحرك بزاف حتى الكلام كيولي قليل عنده حتى الصوت في الصوت بعد المرات الصوت كيقدر فعلا يتغير كيبدا يغلط شويه الصوت ديالو كيولي كذلك من ناحيه الامعاء كيولي امساك كيولي الانسان بعد ما تصاب بعض الالام في العضلات او في المفاصل كيولي كيجي البرد بزاف لان بحال الترمومتر خصو يلبس كيلقى كيلبس الحوايج بزاف. كيولي كذلك الجلد كيولي كينشف او لكي بعض الطبعات حومه كيبداو يبانوا فيه بعض المرات ولا كيبدا يتنفخ الجلد ديالو. فالاعراض هي كثيره ومتنوعه ولكن خصوصا باش ناكدوا وكذلك نسينا انه فعلا كيقدر يولي زياده في الوزن واحد الصفه يعني غير طبيعيه. فشفنا بان تقريبا واحد مجموعه لا القلب ولا الامعاء ولا العضلات ولا المفاصل ولا الدماغ كيولي حتى انسان يقدر يتصاب حتى بالاكتئاب يعني كيكون بلوتو نوت ديبريسيف ما كيبقاش يبغي يتحرك بزاف ما كيبقاش يبغي يشوف الناس بزاف. فالاعراض ديالها كثيره وكثيره جدا لان هاد الهرمون كتولي قليله في الذات وكل شيء كيتصاب كل شيء كيتصاب بالخلل. باش نشخصوها بسيط كنديروا فقط التحاليل المختبراتيه في الغالب كنبحثوا على ذاك الهرمون اللي تكلمنا عليها ديال الغده النخاميه اللي كتسمى لا تي اس اش. ففي هذه الحاله لا تي اس اش كنلقاوها مرتفعه علاش لان الهرمون ديال الغده الدرقيه قليل ضعيف. فبحاجه طبيعيه ان ملي قلنا ان الهرمون ديال الغده الدرقيه ضعيف قليل الغده اللي موجوده في الدماغ تحاول دارك الامور فغتنتج هذه الماده ديال لا تي اس اش باش يطلع الهرمون ديال لا تيرويد. فكنقوموا بهاد التحاليل المختبراتيه لا تي اس اش وفي الغالب لا تي 4. كذلك كنديروا تحاليل الاشعه ما فوق الصوتيه ليكوغرافي باش كنشوفوا الحجم باش كنشوفوا واش ما كاينش شي ورم كذلك موجود في الغده. وكان يعني في الغالب كنكتفيوا بهاد التحاليل هادو وكندوزوا لمرحله ديال العلاج من بعد. نعم وهي اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله بعد لحظات معك دكتور مصطفى الودغيري اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. وارقام التواصل معنا دائما هي 0522 46 72 50 51 52 او 0522 43 00 09 او عن طريق رقم 5080 هو رقم من اجل التواصل معنا عبر رسائل اس ام اس. فاصل اعلاني وراجعين مباشره من بعده خليكم معنا. راحتك مع ميديتان واستفد من نصائح صحة وسلامة. ميديتان ديما راحتك. الغدة الدرقية هي عضو مهم جدا في الجسم بحيث أن الوظيفة ديالها كتمثل في إنتاج هرمونات كتحكم طبعا في باقي أعضاء الجسم باش كيقوموا بالوظائف ديالهم. ولما كيوقع خلل فيها سواء كان قصور أو خمول أو زيادة النشاط ديالها أو حتى التضخم أو تغير الحجم ديالها فأعراض كثيرة ممكن تبان عند الإنسان بحال النشوفية في الجلد بحال تغير الصوت اللي ممكن أنه يوصل لحد البحة. وهنا نصيحتنا لكم اليوم أنه التشخيص. فكل ما كان التشخيص مبكر بالنسبة المشكل الغدة الدرقية كل ما العلاج كيكون أسهل وكل ما كذلك كنتجنبوا التأثير ديالها على أنها يكون على أعضاء أخرى ممكن تكون اللي هي أعضاء حيوية في الجسم. هنا كنتكلموا على الدماغ وكنتكلموا على القلب وكنتكلموا كذلك على الكليتين. كانت هذه نصيحة اليوم. موضوعنا اليوم على خلل الغدة الدرقية في حلقة اليوم من برنامج صحة وسلامة. فمرحبا بكل أسئلتكم 0522 46 72 50 51 أو 0522 43 00 09 أو عن طريق رقم 5080. معنا بهيجة من سيدي بنور. مرحبا بك بهيجة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا أحسن لبس عليك. الحمد لله بهيجة أهلا وسهلا. كده الدكتور لبس. مرحبا بارك الله فيك شكرا. انا ندير على الغده الدرقيه كان بغيت نسول واش هي عندها علاقه بالاكل يعني ممكن اننا ناكلوا شي حاجه وما نستافدوش منها كتطلق انا سمعت انك تطلق واحد الماده يعني فينا شي حاجه ما كنستافدوهاش بحال اللي كان شي حد هكا ضعيف كيقول لك انا الغده الدرقيه لان ما كتخليش يستافد الاكل ديالو. هذا صحيح ولا بالضبط؟ نعم شكرا على السؤال ديالك بهيجه. مازال بغيت نسول الدكتور يعني بغينا نعرف الغده الدرقيه اللي كيفاش شنو ممكن نمشي ندير نعرف ندير تحليله شنو يمكن يعني يوضح لي
مرحبا. واضح بهيجه، شكرا لك. حنا ان شاء الله نجاوبوا على الاسئله ديالك. ناخذوا نعيمه معنا من الرشيديه هذه المره. اهلا وسهلا نعيمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيداير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله نعيمه. داير الدكتور؟ مرحبا الله. شكرا. انا اللي بغيت نسول، نديت انا الزوج ديالي عنده هذا المشكل ديال الغده الدرقيه. واللي بغيت نقول للدكتور انه في الاول ملي كيكون واحد المريض به ما كيحسوش، يعني واخا كيمشي يدوز قليل، فاش كيقول لك زعما فاش كيلقى يقول لك دير تحليل ديال الغده الدرقيه. زوج ديالي كان مريض شحال، هو كيمشى كاين كيطيح كاع كيسخف وسميتو، ولكن كيمشي يدير يدوز تيقولوا له ما عندك حتى شي حاجه، دير تحاليل ما كاين حتى شي حاجه. حتى حتى وصلت فيه واحد الحاله زعما اللي سميتو مشى عاد للمكنس، عاد لقاو بلي عنده المشكل ديال الغده الدرقيه وعنده القصور. خرجت ليه الدكتوره واحد الدواء، المهم صدق ولا عاوتاني كيفرز بزاف، اللي حد الان خاص الحمد لله ولا شويه، المهم خرجت ليه الدواء ولا مزيان الدواء، ولكن خصو يعيش به حياته كامله. يعرفوا الدكتور. المهم دابا واش كاينه شي حاجه دابا المشكله هو دا عادي الحمد لله راه لاباس، ولكن واش كاينه شي الماكله زعما الاغذيه اللي خصنا نبعدوا منها، على يبعد منها نهائيا النيت. وسميتو بالنسبه لهاد الغده الدرقيه، واش هي وراثيه؟ واش تقد زعما تخرج في ولادو ولا شي حاجه؟ اللي كنحس بنتي عندها شي شويه من فوق شي شويه عنقها هكا، ولكن كنقول واش ممكن يكون هادشي وراثي ولا لا؟ واضح نعيمه، شكرا لك. تواصلتي معنا من الرشيديه، وربما هو السؤال ديال ساره كذلك بعثات باس ام اس، كتقول المشكل ديال الغده عندها زياده ديال الافراز ولا زياده نشاط ديالها عند الام وعند الخاله ديالها. ساره دابا في العمر ديالها 22 سنه، وقالت هي متخوفه مادام بان المشكل عند الخاله وعند الام، فهي متخوفه واش مستقبلا حتى هي غيبان عندها نفس المشكل. نعم، العامل الوراثي موجود فعلا، انه ملي كيكون شي حد مصاب بالغده الدرقيه خصوصا التضخم الحجم ديالها. فعلا كيقدر الانسان كذلك يتصاب بنفس المشكل. قلنا بان بعض الامراض هي ناتجه على جهاز المناعه الذاتيه، فكنعرفوا بان جهاز المناعه الذاتيه كذلك كاين سبب ليه هو وراثي، وملي كيكون شي واحد من عند الوالدين او الخوت كذلك الشخص يقدر يتصاب كذلك بهذا المشكل. فكتبقى المراقبه. المراقبه كيف ما سولت الاخت بهيجه، وسائل التشخيص هي بسيطه. شنو النوع ديال التحليله؟ بسيطه، تحاليل مختبراتيه كن اوندوز، يعني كنقلبوا على الهرمون ديال الغده الدرقيه عن طريق الدم. عن طريق الدم، تحاليل بسيطه كنشوفوا ديال تي اس اش ولا تي كات، يعني جوج انواع ديال الهرمونات، لا تي اس اش ديال الدماغ والتي كات ديال الغده الدرقيه، باش كنشوفوا المعدل ديالهم واش طبيعي او فيه اضطرابات. وقتاش كيكون ذاك المعدل؟ باش نعطيو فكره للمستمع الكريم، بعد مرات كياخذ يعني ديك النتيجه ديال التحليله وما كيصبرش ما كيبغيش يتسنى حتى يديها للطبيب باش هو، فنعطيوهم فكره كيفاش يقراوها. التحليله ديال الغده الدرقيه شحال المعدل خاصو يكون بين شحال وشحال؟ هي اللي كنشوفوا كثير هي ديال الهرمون ديال الدماغ ديال الغده النخاميه، قلنا لا تي اس اش، هذيك كتكون بين 0 و 1 و 4، ما بين يعني 0 1 و 4، يعني هنا كنشوف بان يعني المعدل من 0 1 حتى 4 راه كثير، فملي كتكون 1 ولا 2 ولا 3 او في هذا الشيء فهي عاديه. واخا كتكون مرتفعه شي شويه او ناقصه شي شويه، ما كنغير ما كنتسرعوش في الدواء، كنخليو شويه الوقت باش نعيدوا التحليله مره اخرى وكنراقبوا. فيمكن يكون واحد الخلل اللي هو بسيط، بعض المرات كيقدر يتعدل يعني بسرعه، وبعض الحالات انه الشيء كيزيد يتفاقم وكنبداو العلاج ديالنا. كنا فعلا غنتكلموا على العلاج ناحيه القصور الغده اللي انا تكلمت عليها الاخت بهيجه، فعلا انه كاين دواء، هذا الدواء كيعوض النقص ديال الغده الدرقيه، هرمون ديال الغده لا التيروكسين، بلا ما نذكر الاسم ديالو ديال الصيدليه، ولكن هو يعني مصوب من الغده ديال الدرقيه لا التيروكسين، وهي كنبداو بواحد الكميه اللي هي بسيطه، وكنأكد انه ملي كنبداو الكميه ما كنعطيوش واحد الكميه كثيره. علاش؟ لان ملي كنعطي واحد الكميه كثيره من داك الدواء كيقدر الانسان يتصاب باضطرابات في القلب. نعم، كيكون مشكل ديال دقات القلب كيولي يكثروا وكيقدروا يخلقوا لنا مشاكل. فدائما كنبداو بواحد الكميه اللي هي بسيطه قليله جدا، وكنبقاو كنطلعوا من بعد 6 الاسابيع كنطلعوا بشويه 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 حتى كنحصلوا على ذاك المعدل اللي كنقلبوا عليه اللي هو المعدل العادي. فكتكون كنطلعوا بشويه بشويه كنديروا التحاليل حتى كنلقاو ذاك المعدل اللي هو عادي. دور ماده اليود دكتور فعلا طبعا مستقبل صغيري في الغده الدرقيه، فعلا مساله مهمه. كيف ما شرنا انه هذا المشكل ديال الغده الدرقيه وخصوصا انتفاخ الحجم او النقص الوظيفي للغده موجود كثير في المناطق الجبليه اللي هي اصلا اليود كيكون عندهم ضعيف. وهذه المساله وزاره الصحه انتبهت لها، وفعلا ولات كتطلب انه ذاك الملح المدعم الملح ماده اليود، اليود وكذلك حتى الطحين، حتى يعني الطحين كذلك يكون فيه ماده اليود، تكون يعني كتستجب للمعطيات او المعايير الصحيه. نعم،
باش نتفاداو هاد المشكل هذا. دابا حاليا الحمد لله لا الملحه ديالنا ولا الطحين ديالنا فيه مدعم بدا اليود. وباش نجاوب على السؤال واش كاين شي حميه، يعني الاكل الطبيعي فعلا ملي كنقولوا الملحه فيها اليود ما غنكثرش من الملحه، ولكن على الاقل داك الملحه اللي كنتناول تكون فيها ماده اليود بالمعدل الكافي. ما كاينش شي مساله يعني ناحيه الاكل، ما كاينش شي حاجه اللي هي زعما كتاثر بشكل كبير على الغده الدرقيه. باغ كونتر كاين بعض الادويه فعلا اللي كيكون كيتناول الانسان ضروري انه يراقب الغده الدرقيه، خصوصا بعد الادويه اللي كنعطيو في القلب، واحد الدواء اللي كيعدل لنا الدقه ديال القلب. فهنا خصنا نشوف مع الطبيب الاخصائي في القلب انه مره يدير واحد التحليله هاد لا تي اس باش نشوفوا واش ما كاينش واحد الخلل، لان هذاك الدواء يقدر ياثر لنا على الغده الدرقيه. نعم، نمشيو ناخذ محمد معنا من مكناس. اهلا وسهلا بك محمد، صباح الخير. صباح الخير للا. مرحبا بك، شكرا لكم على البرنامج وعلى الموضوع. شكرا لك محمد، اهلا وسهلا. نطرح سؤال على الدكتور، تنقول شكرا على التفسيرات الواضحة كلها للناس، لأن كثير من الناس اللي غادي بعد هاد الغوادر. السؤال ديالي وهو لتي اس هاش تقوى زمان اللي قال 0.1، واش ماشي ضعيفة بزاف 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 بزاف، لأن لو نورمال ايتيغال 0.7 2 0.27 4. والسؤال ديالي انا هو انا كان مريض بعدا، ولكن لي انفيزيبل سو لوكو ديالي ما كيبانش، ولكن لما مشيت درت كنت زيرت وقع لي المشاكل في لا ريسبيراسيون ديالي، جاتني الكحه وجاتني الضيقه وجاتني اللي خفقان في القلب، وهاد المسائل هذا كلها لما مشيت لقي ودرت ديزاناليز لقيت عندي 0.39، واللي باش تكون عندي 0.27، ولما كليت دي ميديكامون خرجوا لي دي ميديكامون وداك الشيء، وصلت درت 1.5، ولما مشيت عاوتاني درت ان راديو درت النيكو لقيت عندي لو بواط، مي اون بليس دو سا عندي دي نودول، وهذوك لي نودول لو بلو كرون نودول اللي فيه ايتيغال 0.53 سنتيمتر اون بليس، وكاينين ديال 0.83 ملم. شنو هو المشكله الدكتور في هذه القضيه؟ واش اوبيراسيونيل ندير لوبيراسيون ولا شنو؟ احنا غادي نتكلموا على هذه النقطه. بالفعل وقتاش الانسان كيحتاج العمليه؟ لما كيكون ذاك المشكل في الحجم ديالها. نعم، بالنسبه للاخ محمد فعلا بالنسبه للتي اس اش قبل عطيت هذا المعدل هذا، ولكن المعدل كيختلف عاوتاني من مختبر لمختبر. هو تقريبا فعلا بين 0.2 حتى 4 كنقدروا نتحملوا حتى 0.1، بعض المرات المختبر كيعطيونا حتى 5، يعني كان على حسب باش كي يدوز داك الهرمون عندهم لي رياكتيف ديالهم، فحنا كنتحملوا المساله بحال هكا حتى 4 حتى 5 ماشي مشكل. بالنسبه للمشكل ديال لي نودول، لي نودول هما اللي تكلمنا عليهم قبيله، داك الورم اللي هو الورم غير سرطاني اللي كيكون في الغده الدرقيه، وكتكون الحجم ديالو كيختلف. فملي كيكون الحجم ديالو صغير ما كنديروش العمليه، ملي كيكون الحجم غالبا قل من 2 ديال السنتيمتر كتبقى فقط المراقبه. ولكن عندنا وسائل باش نعرفوا بانه هذاك لي نودول واش بساط ولا لي نودول هما قدر لا قدر الله يكون من بعد يكون فيه مشكل ديال الورم سرطاني، لان كاين امكانيه انه كذلك هذاك المشكل يقدر يكون عنده علاقه مع ورم سرطاني. فملي كان هذاك لي نودول كيكونوا صغيورين وكيكون فيهم شويه ديال بحال الشكل ديال الكيست بحال الماء، كنقدروا نديروا واحد لابونكسيون، كناخذوا واحد شويه وكنصيفطوا للمختبر كنشوفوا واش كاين دي سيلول اللي فيهم الورم او لا. بالنسبه وكذلك بالنسبه للحاله ديالهم في الليكوغرافي في التلفازه كنشوفوا شكلهم، اما كتلقاهم صغيورين ولا كتلقاهم كبار وفيهم بعض المسائل الامور اللي هي سوسبكت، نقولوا هنا كنحاولوا انه انسان يدوز العمليه، خصوصا ملي كيفوت الحجم ديال واحد الحجم كيفوت 2 سنتيمتر وكيتطور بواحد السرعه، يعني كيكونوا صغيرين كيتطوروا بسرعه، فهنا كنفضلوا ان دار عمليه جراحيه ونشوفوا المشكل ديالهم واش فعلا ورم غير سرطاني او ورم سرطاني لا قدر الله اللي خصو العلاج ديالو. نعم، وكنسمعوا بزاف بما انه شرتي في البدايه ديال الحلقه دكتور ودغيري انه الشكل ديال الغده الدرقيه عامل بحال الفراشه. نعم، فكنسمعوا بزاف على انه الانسان كتزول النصف ديالها وكيبقى له فقط النصف، ما كاينش تاثير من بعد على الوظيفه ديالها،
ممكن داك النصف اللي بقى فقط الوظيفه ديالها تكون مزيان. نعم نهائيا، فملي كيكون الغده مصابه كنشوفوا المكان اللي مصاب فيه الغده، ربما هذا الورم هذا النودول اللي هو صغير ولا ورم اللي شكينا فيه انه خصو يتحيد، فربما في العمليه الجراحيه فقط كنحيدوا النص ديال الغده وكتبقى النصف الاخر اللي هو كيشتغل عادي عادي. في بعض الحالات كيضطر الطبيب انه يحيد الغده باكملها، ملي كيكون كلها منتفخه وفيها داك لي نودول كثار وكنتخوفوا انه يكون كاين مشكل ديال السرطان، فكنحيدوها بخطره وكيبقى الانسان يتناول الادويه طول حياته. نعم اللي كيكونوا ما كاينش هما اقراص اللي كيتخادوا مدى الحياه، هما اقراص. وملي كنتكلموا ديما كنتكلموا مع الناس المرضى ديالنا كنقولوا هذا هو المرض المزمن اللي ما يتقام تقيما والو، يعني رخيص جدا الدواء. نعم. رخيص كيدير بين 15 حتى 20 درهم يعني للشهر. فالدواء اللي هو رخيص رخيص جدا كيتناول الانسان طول حياته على اساس انه كتبقى المراقبه مع الطبيب المختص. نعم. باش كيشوف واش داك الهرمونات اللي كياخذ واش هما هذوك الكيمياء هي هذيك ولا كيمياء كثيره او قليله، وكنبقاو اون اجوست لو تريتمون كنقادو بشويه بشويه. مرحبا بكل اسئلتكم الخاصه بموضوعنا اليوم على خلل الغده الدرقيه في برنامج صحه وسلامه. رقم من اجل التواصل معنا عن طريق رسائل اس ام اس واللي هو 5080، كتبوا في اول رساله ولا في اول اس ام اس اللي غادي تبعثوا به كلمه صحه اس ا اش ا تخليوا فراغ وتبعثوا السؤال ديالكم للرقم 5080. من علامات غادي الاذاعه القريبه منكم، وقبل ما غادي نرجعوا نتكلموا على الافراط ديال الغده الدرقيه كذلك كخلل كيصيبها ونعرفوا كيف العلاج كيكون مختلف. دائما رفقه الدكتور مصطفى الودغيري اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. ناخذوا فاطمه معنا من سلا. صباح الخير فاطمه. الو صباح النور. اهلا وسهلا بك. لاباس عليكم؟ بخير. شكرا لك كثر خيركم على هذا البرامج اللي تديروا لنا وتتفيدونا شويه. الله يكثر خيركم. شكرا لك. شكرا للدكتور. مرحبا. الله يخليك. انا كانت عندي الغده الدرقيه وكان عندي الافراط والحجم ديالها كبر بزاف. نعم. وحيدتها حيدتها كامله في كلها توتال. ودابا المشكل اللي عندي هو عندي اني في العينين بحال من الاثار ديالها. خلاو لي العينين انا منفوخين وبحال دابا تاثر فيا الضوء. ما تنقدرش بحال دابا في النهار ما تنقدرش نخرج بعيني هكا بلا نضاضر ولا حتى شي حاجه. وعاوتاني حتى يديا ولي مسكن ديالي بحال دابا تنحس بهم بحال متشنجين بحال الكلاكاج. ويديا ديما تقالين عليا بحال دابا الا ما تبتش وقبت شي حاجه مزيان تزاقلي تزاقلي من يدي صافي. لالا فاطمه شحال في العمر ديالك؟ 38 سنه، يعني الحمد لله مازال صغيره. طيب نجاوبك ان شاء الله. وكانت بالفعل هذه النقطه اللي غادي نناقشوها مع دكتور مصطفى الودغيري، يعني العلاج كيختلف. نعم. في القصور ديال الغده الدرقيه ما بين القصور ولا الخمول اللي كيكون وما بين زياده النشاط. نعم. والافراز ديالها. نعم. فالاختلاف كلي، لان فعلا الافراط كاين مشكل اخر. الافراط ان الغده الدرقيه كتولي تنتج بشكل غير عادي الهرمونات ديال التيرويد ديال الغده الدرقيه، وهذا الانتاج الغير العادي والكثير كيأثر بدوره على الوظائف ديال الجسم. فكيف ما قلنا ملي كيكون الخمول ديال الغده كيكون دقات القلب ضعيفه، هنا كيولي دقات القلب كتولي مجهده. كيولي الانسان كيبدا يضعف، لان واخا كيحافظ على الشهيه وكياكل كيبدا يضعف كثير. بعكس القصور الوزن كيزيد. نعم هنا الوزن كيبدا يضعف، كيولي دقات القلب كثيره مجهده، كيولي الانسان كيبدا يعرق كثير كيبدا يسخن، كيولي ما كيطيقش انه يلبس الحوايج بزاف خصو يلبس داكشي خفيف، كيولي عصبي جدا بصفه غير عاديه، يعني الواحد الاعصاب كتولي كثيره، يتكلم معاه دغيا ربما تكون انفعل الى اخره. كيولي بعض المرات كما قلنا في القصور كتكون الامساك هنا كيكون العكس، كيكون الاسهال، يعني الامعاء كيوليو كيشتغلوا كثير. على كل حال تقريبا مجموعه ديال الاعراض اللي هي كثيره. فالعلاج قبل ما نتكلم علاش الاسباب، لان الاسباب ذكرت الاخت فاطمه، وفعلا من الاسباب اللي كتعطينا الافراط في الغده الدرقيه واحد المرض كيتسمى مرض البازدو. وهذا مرض البازدو كيكون انتفاخ ديال الغده الدرقيه، وكذلك هذا المرض البازدو داخل كذلك في امراض المناعه الذاتيه، هذا واحد لي زونتيكور المضادات الحيويه اللي غادي ياثروا على 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 الغده، وغتولي تنتج الهرمونات واحد الشكل كبير. كتنتفخ كثير وكتولي انهم مع الاسف انه واحد غير مشكل ديال الغده كيولي حتى العينين كيتصابوا. في العينين كيقدروا يخرجوا شويه من المكان ديالهم، كيقدروا ينتفخوا، كيقدروا يولي فيهم احمرار، كيولي يقدر لا قدر الله حتى المشكل حتى العصب ديال العينين كيقدروا يتصابوا. فهذا مرض العلاج ديالو مختلف. شنو كنديروا؟ كنعطيو الادويه اللي كيهمدوا هذه الغده الدرقيه، الادويه اللي خاصه باش يحبسوا من الانتاج ديال الغده الدرقيه.
في القصور كنا كنعطيو الدواء اللي غادي يطلع لنا لي زورمون، هنا العكس غنحبسو لهم بادويه اللي كيتخذوا على طريق الفم الحبات، وكتكون واحد المراقبه حتى هي كيعرفها الطبيب المختص. ملي كنشوفوا بان هذا الدواء هذا ما عطاش الفعاليه ديالو، كاين واحد الجرعه ديال واحد الدواء ديال اليود، اليود راديو اكتيف، كيشربوا الواحد باش كيمشي وكيدمر الغده الدرقيه، يعني ما يمكنش نخليو الغده الدرقيه في هذه الحاله كتنتج كثير، لان الانسان كيقدر يخلق لي مشاكل كثيره خصوصا في القلب. كتكون الترابط كبيره في القلب، الانسان يقدر لا قدر الله يقدر يوقع كاع سكته قلبيه. فكيقول لي كنضطر ان نستعملوا جميع الوسائل، اما الادويه الحبات، ما كانش كنعطيو هذا اليود راديو اكتيف اللي هو واحد الجرعه كتعطى عند الطبيب المختص خصوصا في المستشفى الجامعي، واللي ما عطاش النتيجه ديالها كنضطروا ان ندير العمليه. الاخت فاطمه ربما دارت فعلا العمليه باش كتصل لهذه الغده زولتها وكيولي الانسان يتناول الادويه بطريقه عاديه ديال الهرمونات، وكتبقى المراقبه. هنا الاخت فاطمه عندها مشكل ديال الكلاكاج ودي ربما العياء وداك الشيء، نعم تاثير حتى ديال العينين ديالها تصابوا، خاص ترد بالها كثير، خاص تبقى المراقبه مع الطبيب المختص العينين باش يعطيها واحد ادويه او بعض النصائح باش تحافظ على العينين ديالها باش ما يوقعش المشكل، لان كيقدر يتصابوا. بالنسبه ليديها كتكون كيفيهم الكلاكاج وهذا العياء حتى هو ناتج على المشكل الخلل ديال الهرموني. انا خص قال دائما تكون مراقبه، تاخذ الادويه وتكون مراقبه باش تكون متيقنين بانه فعلا الكميه ديال الهرمونات عاديه. كيقدر كذلك يكون مشكل ديال الكالسيوم، لان ملي كدير عمليه ديال الغده الدرقيه كيقدروا يتقاسوا حتى واحد الهرمونات، واحد لي غلوند، واحد الغدد صغيرين كيسموا لي باراتيرويد، هما اللي كينتجونا يعني تاثير انتاج الكالسيوم. فملي كيتحيدوا يقدر الكالسيوم يطيح وتحس هاد السيده انها بهاد الكلاكاج بهاد الحريق، فخصها تشوف الطبيب المختص باش نشوف يعني واش كاين نقص ماده الكالسيوم او لا، وكاين ادويه في هذا المجال ماشي مشكل. نعم، اذا بالفعل كيف ما شرتي دكتور مصطفى الودغري في بدايه الحلقه انه التاثير ديال الغده الدرقيه راه كيكون على الجسم يعني بالكامل، وشفنا حتى كيفاش مرتبطه يعني بالاعضاء اللي هي حيويه بزاف في الجسم، الدماغ بالقلب يعني. نعم. ناخذ صلاح معنا من الصويره. صباح الخير صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله صلاح. نشكركم على البرنامج كنشكر الدكتور. عندي واحد السؤال على حسب الطفل عندي الصغير عنده 4 سنين وديما كيضروا العنق ديالي. كنا دينا عند مشى هو الام ديالو عند الطبيب وقال لها ديرها، قال لها ما عندك والو غير تتعصب وداك الشيء، وباقي كيضروا. عطانا شي دواء ديال غير كرمو قال لي دي ملي كيتنرفا وداك الشيء كيضروا العنق ديالي. غير قولي صلاح واش الشكل ديال العنق ديال الوليد ديالك مبدل يعني من فوق شويه كيبان؟ كيكونوا لي بحال شي كرات عنده في العنق ديما تيقول لك كيضرني هنايا ديما، وكان الطبيب قال له ديما عنده والو عند هيك ملي كيتعصب وكيعطيه شي دواء يتي كالمي مره وكيعاود يضر. ونفس المشكل كاين عند الام ديالو دابا، خصنا يكون شي نقص. وبالنسبه للماكله كيقدر يبلع كيقدر يسرط؟ كيسرط ولكن مع الخطرات تيقول لنا ما كنقدرش نسرط. نعم ما كنقدرش نسرط. دابا ملي كتعطيه شي ماكله مثلا كثيره ولا سميت كيكون منها شويه تيقول لك صافي ما بيتش. واضح صلاح، شكرا على التدخل ديالك لانه مهم. واش يعني المشكل ولا الخلل ديال الغده الدرقيه ممكن نشوفوه حتى عند الاطفال؟ الحاله ديال الوليد ديال صلاح في العمر ديالو 4 سنين. نعم نادرا يعني حالات قليله جدا ان الطفل يتصاب بالمشكل ديال الخلل الغده الدرقيه. نعم. اكثر يعني انتفاخ الغده الدرقيه في بعض الحالات. بعض الحالات كتكون الام مصابه بالغده الدرقيه والطفل كيتزاد وكيكون عنده يعني الوظيفه الغده الدرقيه ديالو ما كتكونش كتقوم بالواجب ديالها، كتكون ليبوتيرويد. هذا الشيء الا كانت الام تصابت خلال فتره الحمل نعم. فممكن ان الطفل يتزاد مشكل ديجا يعني الصاق ديالو كيكون عنده مشكل في الخلل وكتكون ليبوتيرويد يعني القصور ديال الغده، وهنا خصوصا كيكون في النمو ديالو كيبان الصاق ضعيف. كيتم التشخيص ديالو عند طبيب اطفال يعني بسيط، كيتم التشخيص وكيكون خصو يستعمل ادويه. في بعض الحالات مع الاسف ما كيكونش كيكون يعني حالات متقدمه وما كيكونش العلاج اللي هو فعال 100%. وكي على كل حال بالنسبه للحجم ديال الغده كيف ما شرح لها السي صلاح، بالنسبه انه شاف الطبيب وشخص انه ما عندوش مشكل ديال الغده، ومشكل ربما واش عنده في اللوزتين يعني في لي زاميغدال ولا ربما في مسائل اخرى في الحلق ديالو، خصو يشوف طبيب مختص في جراحه الانف والحنجره. وربما فعلا كيف ما قلنا حتى العامل ديال الاعصاب انه فعلا حتى هو كيقدر يحس انسان بهذا الشيء هذا بلا ما يكون مصاب حتى بشي حاجه، فقط
الضغط وربما الاعصاب كيقدر الانسان يحس بعض العلامات. ولي للاسف يعني دكتور مصطفى الغدري لما كنشوفوا اعصاب عند وليد في الحمر ديالو 4 سنين فشنو خلى المستقبل؟ نعم بالضبط. نعم شكرا على كل توضيحات اللي دائما كتعطيها لنا دكتور مصطفى الغدري اخصائي في الطب الباطني وامراض الشيخوخه. نصيحه اخيره نختموا بها لقاءنا معك. النصيحه هي التشخيص المبكر، يعني كل ما كان الانسان حس بشي اعراض من هذه الاعراض اللي تكلمنا عليها يشوف الطبيب. هذا القسم المشترك ما بين كل الامراض. نعم ولي سهل انه هادي المرض اللي كنكتشفوا بسهوله، يعني التحاليل ديالو بسيطه سهله، التحاليل ديال الدم التلفازه هذه مسائل بسيطه، فماشي بعد بحال الامراض اللي كيكون كيصعب علينا كيطلب بحال الامراض ديال المناعه الذاتيه كيكون شويه مكلف داكشي. فهنا الامراض تقريبا التحاليل بسيط والدواء عاوتاني تكلمنا عليه. نعم. هو الحمد لله في متناول الجميع. نعم شكرا لك مره اخرى دكتور مصطفى الغدري اخصائي في الطب الباطن وامراض الشيخوخه. ان شاء الله دعوتنا بالشفاء العاجل والقريب لكل مريض ودوام الصحه والعافيه للجميع. لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد اللي كانت معكم وراء الميكروفون، سعيد عقال اللي رفقتني في الاخراج، صبيحه سعيده كنت منها للجميع. الى اللقاء.